انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش في ميتنج. مدام حنان، معانا امر من نبا بالقبض عليك. الحكومة هجمت هانا على رجالة الحاجة هدايا، كانوا مستخبيين ما تحملوا البرد، خرجوا ولعوا نار، الحكومة لقطتهم، حصل ضرب نار، الحكومة صفتهم. طب والعربية المتحملة بالسلاح؟ ما كانت معهم، ومن وقتها ما نعرف عنها شيء. يعني راحت فين؟ طب البضاعة اللي عليها ما ظهرتش معايا تاجر؟ انت موافق على الكلام ده يا شيخ وليد؟ انا قدرت اوصل لخط سير العربيه، واخر حته وقفت فيها، واخر مشوار قامت بيه. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. قول لي بقى، اخر مشوار العربيه كان فين؟ كان هناك. داليا رنيم، حبيبتي وحشتيني. انت اكتر. ازيك يا بابا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. رنيم حبت تعملك مفاجاه. داليا، هي بتاعت مين السلسلة دي؟ دي بتاعت لميا. وسايبة حاجتها هنا ليه؟ ارميها في الزبالة، أو كلمي حد من أهلها يجي ياخدها. رنين، اقفلي الزفت ده وتعالي هنا. مش كده يا بابا، مش وش عليها. اتغديتي؟ لا. طب تحبي ناكل مع بعض؟ ماشي. يلا. أنت يا بابا اتغديت؟ أنا كمان ما أكلتش. يلا ناكل كلنا سوا. ينفع يعني تخدني كده عليك؟ ما انا كويس قدامك اهو كده وكويس. طيب ماشي. ممكن طيب بقى تقولي ايه اللي حصل بالظبط؟ عشان انا مش داخل دماغي موضوع ان في حد على الاكستريم ده. بس هو ده اللي حصل زياد. والله هو ده اللي حصل يا حبيبي. انا كنت راجعه من بره قلقانه عليك شويه، دلوقتي بقيت قلقانه عليك كتير. هو انت ليه محسساني ان العنف ده بيحصل في مصر بس؟ على فكره ده بيحصل في كل العالم، ومش حته خناقه اللي هتخليني اسافر. أنا قلت لك بقى اللي خلاني أسافر كانت خناقة برضو، واتضربت فيها كده زيك، بس اللي ضربني كان أبوك الله يرحمه بقى. أنا هو كان في بيننا مشاكل كتير طبعاً. عارف ليه؟ والله الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها إنك كنت بتهربي من البيت كتير. آه، علشان ما كنتش عايزة أكل من مال حرام، من فلوس المخدرات. بس رحيم ما بيتاجرش في المخدرات يا فرح. رحيم ده إنسان فاسد. أنت ما قريتش اللي كتب عنه أيام لما اتسجن؟ ما شفتش اسمه وسط اسامي المجرمين اللي هربوا وغسلوا فلوس ايام الثوره؟ ولا انت فاكر ان الفلوس الحرام بتبقى فلوس تجاره مخدرات وبس؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا فرح؟ وحشاني. فاكر يا حب، انت كمان وحشاني. عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، بس بصراحه يعني زعلانه منك. ليه بس؟ بقى تتكلمي مع رحيم على سفر زياد وتستاذنيه هو مش انا؟ على فكره يا فرح، انا اللي مربيه زياد، واي حد عايز يفكر يقرب منه لازم يستاذن انا الاول. عندك حق، انا اسفه مصحيها فيا، بس بجد والله ما كانش قصدي اهمشك خالص. على العموم بقى، زياد لا هيسافر ولا هيسيبني، فالله يسترك بقى ما تضغطيش عليه. يعني ايه يا رحم؟ يعني انت عاجبك اللي هو فيه دلوقتي، ولا اللي لسه هيشوفه بعدين بسبب قربه من رحيم؟ وانت فاهمه وانا فاهمه كويس. بس زياد عايش معايا انا، مش عايش مع رحيم. وانت عايشه مع مين؟ ما انت عايشه مع رحيم. يوه، في ايه؟ عايز افهم. انت زياد هيعيش معايا مش عايش مع رحيم، وانت زياد هيسافر معايا، في ايه؟ ما تسيبوني اخد القرار لوحدي، ولا انتوا لسه شايفيني عيل صغير؟ معاش ولا كان يا حبيبي اللي يقول عليك عيل صغير. انا بس كان قصدي ان انا لا قصدك ولا قصدي، الموضوع مش كده خالص. رحاب، انت وفرح، انتوا عارفين كويس ان انا بحبكم. لو سمحتوا محدش يمشيني على دماغه، دي حياتي وانا حر فيها، انا اللي اقرر. تمام 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 تمام. الرجاله كانت معسكر يا هنا،
وصار ضرب نار بينهم وبين الحكومة. الحكومة جات هانا كتير واستعانوا بوليده بأكتر من جصاص قطر وما وجدوا شيء. يعني العربيات راحت فين؟ حد نازل من السما خطفها؟ ألو يا حنان، إيه؟ مالك في إيه؟ إمتى حصل الكلام ده؟ طب خلاص خلاص ما تقلقيش، إهدي بس، أنا جاي لك على طول، مسافة السكة. شيخ فايز، أنا عايز الرجالة تفحت لي هنا. عماد باشا. بلا باشا بلا زفت. الواد هشام هرب. دنهير ما هرب ازاي؟ معرفش، ضرب نار على الشرطة وهرب. طب العمل دلوقتي؟ أنا هقول لك تعمل إيه، بس ركز معايا يا سيد، واللي هقولهولك تنفذه بالحرف، أوعى تفكر. تنفذ بس يا سيد. فكر في كلامي كويس، أنا عايزة مصلحتك. اهلا 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 يا فرح، ازيك؟ الحمد لله يا عم. طيب يا جدو، انا هطلع اوضتي. اتغيرتي خالص يا فرح. كل حاجه بتتغير يا عم، مفيش حاجه بتفضل على حالها. لا يا حبيبتي، انا مش موافق على كده خالص. يعني مثلا انا بحبك وبعتبرك زي بنتي من يوم ما اخترتك لرحيم، ودي حاجه عمرها ما اتغيرت جوايا. أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، يمكن أنا هتفضلي لحد إمتى عايشة لوحدك في الغربة؟ حبيبتي أنا بعتبرك زي بنتي وربنا يعلم، ولو أنا شايفك قصادي دلوقتي مبسوطة بغربتك وبعدك عن هنا كنت أقول لك ماشي خليكي زي ما أنتي، بس بصراحة ربنا اللي أنا شايفه غير كده خالص. صدقني يا عمي أنا مرتاحة هناك أكتر، على الأقل ما بفكرش في اللي فات. يا بنتي اللي فات مات، احنا ولاد النهارده. يا ريت بقى حضرتك تقول الكلمتين دول لرحاب ورحيم اللي رافضين ان انا اقترح عليهم فكره سفر زياد معايا. كده بقى هقول لك الحيدة يفهم، الحيدة يفهم يا بنتي. شوف انتي قلبيها في دماغك، راجل مش عاوز ست تسافر وبيتلكك بابن اخته عشان يمنحها، يبقى ده قصده ايه؟ عموما يا عمي انا مش عايز اتكلم في حاجه، عن اذنك. يا حبيبتي انا كمان مش عاوزك تتكلمي، بس على الاقل على الاقل عاوزك تفكري. الحقني يا حلم، انت فين؟ ما هو سامي معاك اهو، وهو طمني الموضوع بسيط. بسيط؟ بسيط ازاي بالقبض عليا ومبهدلني هنا اخر بهدل؟ معلش يا حنان، حاول انت بس تهدي وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. اهدى ازاي وانت سايبني لوحدي؟ وانت عليك يا حلمي تمرمطني المرمطه دي؟ يعني رحيم وشغلك اهم مني انا؟ ما تقوليش كده يا حنان، انت ما تعرفيش انت ايه بالنسبه لي، انا اللي منعني عنك الشديد القوي. ايه هو الشديد القوي؟ سامي قال لي لو جيت هيتقبض عليا الشركه باسمي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم، من ساعه ما رجعت واحنا ما شفناش خير. مش وقته، انت بس تخرجي باذن الله وبعد كده هيحلها الف حلال. بقول لك ايه، اديني سامي. حاضر حاضر استاذ سامي. الو، زي ما وصيتك بقى. لا ما تقلقش، انا لسه واصل صحيح، بس هي معايا دلوقتي، مش همشي لو هي معايا، ما تقلقش خالص. مع السلامة. سلام. ما تقلقيش يا مدام حنان، أنا مش همشي إلا إيدك في إيدي، موضوع بسيط وراح لحاله، كان سوء تفاهم. إن شاء الله إن شاء الله. بلغ الضابط إن الأستاذ سامي عوض المحامي عاوز يقابله ضروري، بلغه وإلا هصعب الموقف. ما تقلقيش يا مدام حنان، رحيم بيه موصيني عليكي. اتفضل يا أستاذ. أحمد بيه، معلش ما كنتش عارف أكلمك. ها
لا لسه. أكيد هنلاقيهم هنا شيء. أحمد بيه هكلمك بعدين، بس حضر نفسك، شكلها قربت.